بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كنا أكملنا المقدمة التي قدم بها والتي كانت عبارة عن مناسبات حصلت في رمضان، ثم ذكرنا شيئا مما ذكره بعد ذلك. قال: والصيام كلنا يعرف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله. هذا سبق معنا في بداية الدروس عندما عرفنا الصيام، وقلنا هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. ودليله قال قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد، وكلوا واشربوا. الله المستعان. ايه معليش، ايه هي هناك سنة في المحاضرات، هناك سنة في المحاضرات. يوسف ولا غلقوا لي البيبان هذوك خاطش من بعد صرا فوضى. هنالك سنة في المحاضرات قلت يغفل عنها الناس، ها، وهي أن الأسئلة حبذا لو تكون في قصاصات وترسل. الأسئلة تكون في قصاصات يكتبها الطالب ويرسلها، إذا كانت موجودة واش ندير؟ نخصص لها 10 دقائق في الأخير وأجيب كي لا يتشوش الحضور والمحاضر في نفس الوقت. نعم. قلت قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كل من صلى الفجر في جماعة فإنه يرى هذا الخيط، ولكن للأسف في بلدنا نراه بعد الصلاة، وهذا يدل على أننا لا نصلي الفجر في وقته، فإذا خرجنا من المسجد ننظر في الأفق فنرى الخط الأبيض، وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال أن من علامة الساعة أن يؤذن للصلاة في غير وقتها، وهذا الذي نحن فيه. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا الآية فيها دليل على الإمساك، فيها دليل على الإمساك عن المفطرات، وفيها دليل على وقت الإمساك. نعم. من طلوع الفجر الذي هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل، ويقصد أوله الذي هو المغرب. نعم. قال: والغرض من الصيام، أي الحكمة من الصيام، الحكمة من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع والمشقة. فالهدف ليس الجسم، وإن كان الجسم هدفا ثانويا، وإن كان الجسم هدفا ثانويا لكنه ليس مقصودا بالأصالة وبالأساس، ولكن هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب، وهذا كله سبق وبينا أن الإنسان يعتني شديد الاعتناء بجانب المحبة لله تبارك وتعالى. فأنت إذا صمت كأنك قلت: من دلائل محبتي أني تركت الحلال لأجلك. فالذي يصوم لله كأنه قال هذا. فهذه الأفعال التي نفعلها من عبادات وعلى رأسها الصيام ما هي إلا ترجمة لمحبتنا لله عز وجل. فلماذا تعبد؟ كي تظهر له حبك. لماذا تصلي وتسجد؟ كي تظهر له حبك فقط. فالمحبة هي من أعظم الجوانب التي ينبغي أن يفكر فيها الإنسان وأن يعتني بها مع ربنا عز وجل. والمحبة هي أساس التحدي الذي ذكره الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. الجزاء هو المحبة. نعم. قال: والمحبوب هو ترك الأكل والشرب والجماع، هذه هي شهوات النفس. أما المحبوب المطلوب
رضاه فهو الله عز وجل. وفصلنا في المجلس السابق في قضية إطلاق لفظ المحبوب أو الحبيب في حق ربنا عز وجل. فلا بد أن نستحضر هذه النية أننا نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله عز وجل. والحكمة من فرض الصيام على هذه الأمة، لأنه سبق معنا أن قلنا إن الصيام خاص بهذه الأمة، وأن الأمم التي كانت من قبل إنما هي كانت تصوم عاشوراء، وأما الصيام لشهر كامل وهو شهر رمضان على الوجه الذي نعرفه فهذا خاص بالمسلمين فقط. قال: قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن أعظم هدف من الصيام تحقيق مقام التقوى، ووجه هذا الهدف هو أنك لا تترك الحرام كما هو الشأن في الأيام العادية. في الأيام العادية أنت مطالب بترك الحرام، ولكن في شهر رمضان أنت مطالب بترك الحلال، ولهذا كان المقام أعلى. فإذا أنت قويت على ترك الحلال فليس لك عذر في عدم ترك الحرام. الحلال الذي هو حياة يومية فيك، الأكل والشرب، هذا إذا أنت استطعت تركه وصبرت على ذلك فما الذي يمنعك من ترك ما هو أقبح؟ نعم، هذا هو وجه التقوى وكيف يتحقق بها الصائم. فتأملوا في هذا المعنى كي لا يصير هذا الترك مجرد عادة. قال: ولعل هنا للتعليل، وإنما هي للتحقيق وللتعليل بمعنى لأن ولكي، أي لأجل أن تتقوا الله فتترك ما حرم الله وتقوم بما أوجب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا كله مرة معنا في آخر مجلس، وإنما تعمدت مراجعة هذا الفصل ونزولا عند طلب بعضكم. أي أن الله لا يريد أن ندع الطعام والشراب، وهذا من تمام غناه سبحانه وتعالى، فالله غني، وتركك للطعام والشراب لا ينفعه، وهتكك لقدسية رمضان لا يضره، وإنما هو لك أنت، وهو تربية لك وتعويد لك على مقام التقوى. قال: ولهذا يندب، أي يستحب للصائم إذا سبه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل إني صائم، ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانية فيرد الأول، ثم هكذا يكون الصيام كله سبا ومقاتلة. وإذا قال إني صائم أعلم الذي سبه أو قاتله بأنه ليس عاجزا عن مقابلته، ولكن الذي منعه من ذلك الصوم. لما تقول واحد في رمضان إني صائم، أو إني امرؤ صائم، أو اللهم إني صائم، تكون قد تذكرت أنك صائم، لا ينبغي لك أن تماثله في السب والشتم، وتكون قد ذكرت، فهو يتذكر أنه مسلم ولا يجوز أن يفعل ذلك الفعل الذي هو السب والشتم. قال: هذه هي الحكمة من إيجاب الصيام. وإذا كان كذلك فينبغي لنا في الصوم أن نحرص على فعل الطاعات من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وبسط الوجه وشرح الصدر وحسن الخلق، كل ما نستطيع أن نهذب أنفسنا به فإننا نعمله. وهذا كما أشرت لإخوانكم ولا لبعضكم أيضا أنه لن يكون ولن يتأتى إلا بجدول، فاحرصوا على ذلك الجدول الذي نبهت إليه، جدول فيه أصل الأذكار النبوية، جدول ليس فيه كل الأذكار، مع أنك إذا استطعت هذا فبها ونعمت، إلا أنه لا تنزل عن أصل الأذكار النبوية. عندك أذكار معينة في الصباح والمساء والدخول والخروج والأكل والنوم، لا تنزل عنها، وهذه الأذكار فيها بركة عجيبة جدا جدا، لا سيما على طالب العلم الشرعي.
فطالب العلم لا بد أن يذكر الله وأن يكثر من ذكر الله استجلابا للبركة، وإلا نسي. أقل أحواله أنه سينسى العلم، فإذا داوم ذكر الله عز وجل حفظ العلم. ثم قال: فإذا ظل المسلم، ظل أي دام على هذه الحالة طوال الشهر، فلا بد أن يتأثر، ولن يخرج الشهر إلا وهو قد تغير حاله. ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس، لأن زكاة الفطر تجبر النقص. فأنت أحيانا في نهار رمضان قد تسهو فلا تصلي في المسجد، قد تسهو فتلفظ لفظا لا يليق، قد تسهو فتغفل عن القرآن، أو تعق والديك أو ما شابه، فكيف تجبر هذا النقص بزكاة الفطر؟ سيأتينا فقهها، سيأتينا فقهها، ونصحح فيها بعض المفاهيم التي انتشرت في أسرنا. لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكو أيضا ببذل المال، ولهذا سمي بذل المال زكاة. يزكي النفس من خلق البخل، ويزكي المال من الأخطاء التي ربما تحصل عند تحصيله. فرب تاجر يغفل فيترك صلاة الجماعة بسبب تجارته، رب تاجر يغفل فلا يوفي حق الميزان، رب تاجر يغفل فيقسم بالله على سلعة، ها؟ فكيف يرقع هذا الأمر؟ كيف يجبر هذا الخلل؟ بالزكاة. فماله يتزكى من النجس ويتطهر. السؤال الأول: ما هي المفطرات؟ وقد سبقت التي جاءت في القرآن هي هذه الثلاثة، هي هذه الثلاثة، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق وبالإجماع. قال: المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، شرحناها قبل قليل. فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالا أم حراما، هنا نبدأ في الجديد وفي المهم، لا يلتفت إلى نوع المطعوم من حيث حكمه الشرعي. فإذا كان المطعوم حلالا أو كان حراما كالخنزير والدم والميتة والجيفة، فإن هذا كله مفطر، وهذا بالإجماع. وسواء كان نافعا أم ضارا، إذا أكل الإنسان شيئا بنية الطعمة، لأنه سيأتينا الضابط في المفطر ما هو، يأكل شيئا بنية الطعمة أي تلذذ تطعمه وكان ضارا، فإنه يفطر لأنه قصد الطعمة. أما إذا لم يقصد الطعمة فليس بمفطر، كمن يستعمل معجون الأسنان في نهار رمضان وهو جائز ولا غبار عليه، لا شك أنه يجد طعمه، لكن هل قصد التطعم به؟ أبدا، إنما هو عادة، والعاقل لا ينظر إليه على أنه طعمة، مع أنه لا بد من أن نتنبه إلى أن السواك لا ينقاس عليه إلا إذا كان طبيعيا. فالسواك الذي به نكهة كنكهة الليمون أو النعناع فإن هذا مفطر، لأنه عادة يتقصد طعمة ذلك أو تلك النكهة. أما معجون الأسنان فلا، وهذا الذي أفتى به علماؤنا كابن عثيمين وغيره من الأئمة الأجلة. أو كان ضارا أو لا نافعا ولا ضارا، وسواء كان قليلا أم كثيرا، دائما بقيد نية الطعمة. فلو أن إنسانا في التسحر علق شيء في أسنانه ثم ابتلعه ولم يتقصد ذلك فإن صيامه صحيح ولا يقضي، ولكن إذا علم بأن في أسنانه طعمة أو شيء من الطعام ثم تعمد ابتلاعه تلذذا واستطعاما فإنه قد أفطر، إنما الواجب أن يمجه. وعلى هذا فشرب الدخان مفطر، وهذا وجهه قال: ولو كان ضارا حراما، وجهه لأن على أنه طعمة على أنه ضار، ولكن الصحيح أن الدخان مفطر تأديبا للصائم، هو مفطر تأديبا للصائم وليس لأنه طعمة، واضح؟ ولو أن إنسانا يمشي في الشارع فمر على نار قد أضرمها أناس يحرقون فيها خشبا
ورقا فوجد طعم الدخان هنا فإنه ليس بمفطر. فلماذا الدخان إذن يفطر طعمة؟ لا يفطر طعمة، إنما يفطر تأديبا. ظهر من المشايخ المتأخرين من يقول إنه ليس بمفطر وإنما هو منقص للأجر، ينقص أجر الصائم، ولكن هذا القول بعيد، والصواب أنه مفطر. قال طبعا وهذا أدلته كثيرة، ترك الطعام والشراب، من بين ذلك حديث الصحيح الذي من طريق أبي هريرة والذي فيه هو حديث قدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. هذا دليل، والآية أولى التي ذكرناها قبل قليل. قال حتى إن العلماء قالوا لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر، والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات، ولو أكل عجينا عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار. عندنا هنا قاعدة، ما هو ضابط المفطر؟ ضابط المفطر أمران: الأمر الأول أن يدخل من المدخل المعتاد وهو الفم أو الأنف، والضابط الثاني أن يكون فيه تلذذ الطعمة، هذان ضابطان سنمضي عليهما طيلة السلسلة وسنوضح لماذا قلنا إن الشيخ هنا يعني لم نقل بقوله. الضابط الأول أن يدخل من المدخل المعتاد، فالحقن بكل أنواعها ليست مفطرة لأنها لم تدخل من المدخل المعتاد، والثاني أن يكون فيها تلذذ وطعمة، فالصاعوط الذي يوضع في الأنف أو البنج لما يسمى بالأنستيزي لما الإنسان يروح ينحل ضرسة في نهار رمضان ويمج الدم، فذلك الدواء الذي شعر به في فمه ليس مفطرا، فإذا كانت له قوة يتم صيامه، إذا كان فيه ضعف يفطر ويقضي، لكن إذا وجد قوة فلا بأس يكمل صيامه، يمج الدم الغزير، وأما ما كان متحرجا منه فلا بأس إذا ابتلعه وليس من المفطرات. الثالث الجماع، وهو أغلظ أنواع المفطرات لأن فيه الكفارة، المفطر الوحيد الذي فيه الكفارة كما سيأتي، لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، للحديث الذي جاء في صحيح مسلم والبخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقابة. قال: لا أجد. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. المفطر الوحيد الذي فيه الكفارة هو هذا. بعض المالكية وبعض العلماء قال: لا، ما دام أكلت عمدا في نهار رمضان فعليك الكفارة، قال بهذا كثير من المشايخ، لكن نحن إذا استقصينا الأدلة وبحثنا عن الأدلة نجد أن دليل الكفارة ورد في حق هذا المفطر فقط، فلينتبه له. نعم. قال الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرج الإنسان بلذة أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه. وهنا عندنا تفصيل، ولكن ليس فيه كفارة لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة. نعم. عندنا هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت وقيل لها ما يحل للصائم، فقالت: كل شيء إلا الجماع. بعض مشايخنا وبعض العلماء وهم الجمهور والأئمة الأربعة قالوا إن الاستمناء تعمد إخراج المني بلذة سواء باليد أو بالمداعبة أو بغيرها، قالوا هذا مفطر وهذا عليه الكفارة كما قال بعض المالكية. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام الأمير الصنعاني رحمه الله، وكالإمام من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، أن الاستمناء في نهار رمضان يذهب الأجر لا صحة الصيام وليس فيه كفارة ولا يجوز إلحاقه بالجماع، فبينهما ما بينهما من البون الشاسع. والدليل أن الذين قالوا إن الاستمناء مفطر
يكاد يتفقون عدا بعض المالكية وبعض الأئمة في بعض المذاهب أنه ليس فيه كفارة بل فيه القضاء فقط. فكيف إذن يصح القياس؟ الجماع فيه الكفارة وهذا ما فيش كفارة، لهذا الصواب أنه يذهب الأجر ويصير صاحبه آثما لا شك، إلا أنه لا يبطل الصيام وليس فيه قضاء ولا كفارة. وهذه كما أشرت هي فتوى الأئمة كالإمام الألباني رحمة الله عليه، ولعلكم إذا بحثتم وجدتم أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثرهم يقول هو مفطر، أكثرهم يقول هو مفطر، ولكن حتى الذين قالوا هو مفطر قالوا فقط عليه القضاء وليس الكفارة. طيب، خامسا الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية التي نسميها السيروم، هل السيروم مفطر أو ليس بمفطر؟ قال أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام، كالإبر التي يقصد منها تخفيف الألم أو إبر الأنسولين وغير هذا من الإبر بشرط أن لا تكون مغذية. أكون معايا؟ هذه الإبر قال هنا ليست مفطرة، أما المغذية قال مفطرة، هكذا قال. سواء أخذها الإنسان بالوريد مباشرة في العرق أو في العضلات، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. نعم، وهذه المسألة ما الذي نعتقده وندين الله به؟ أن السيروم مفطر لغير الحاجة، وهذا لا يكاد يتصور في الناس، وأما للحاجة فهو ليس مفطرا. تفضلي، معليش مش مشكلة. عندما يبتلى الإنسان في نهار رمضان بمرض أو يسقط أو ينهار ثم تعطى له هذه الحقنة المغذية فقط كي يستعيد طاقته وكي لا يذهب في انهيار تام، لا نقول إنه أفطر لأنه لم يتحقق فيه ضابط الإفطار، قلنا يدخل من المدخل المعتاد الفم والأنف ويكون فيه معنى التطعم والتلذذ. انتبهوا مليح معي، هذه كما قلت ستبقى معنا طيلة السلسلة، وحتى أنت اجعلها في حياتك ماذا؟ ميزانا تعامل بها المفطرات، فإذا سئلت عن شيء هل هو مفطر أو لا انظر هل يدخل من المدخل المعتاد وهل فيه لذة، فإذا دخل من المدخل المعتاد وفيه لذة هو المفطر، إذا دخل من المدخل المعتاد وليس فيه لذة ليس مفطرا، كالصاعوط ليقوت تاع الأنف التي يستعملها الإنسان ثم يجد طعمها في الحلق، والكحل كثير من النساء تكتحل وتجد طعمه لدرجة أنها تمجه لأن هنالك منافذ من العين إلى الفم، فهذا ليس مفطرا. وكذلك قطرة الأذن إذا وجدت طعمها فليست هي مفطرة، لماذا؟ لأنه ليس فيها معنى الطعمة. صح، إذا كانت هي طعمة ولكن لم تدخل من المدخل المعتاد فإنها ليست مفطرة كالإبر والحقن المغذية. سادسا القيء عمدا، تابع جيدا، القيء عمدا هو المفطر، وأما من ذرعه القيء فليس بمفطر، لحديث رسول الله الذي في الصحيح من ذرعه القيء فليتم ومن تعمد القيء فليقضي. يعني لما يغلبك التقيؤ أكرمني الله وإياكم في نهار رمضان أتمم صومك ولا تقضي، أما إذا تعمدت إخراجه لحاجة فهنا تقضي. قال فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه وإن غلبه القيء فليس عليه شيء. السابع، هذا المفطر السابع، خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم، والدليل حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان يصيبنا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا في الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني أراكن أكثر أهل النار، ثم ذكر السر لما قامت امرأة جزله وقالت ولم يا رسول الله؟ قال لأن كنا ناقصات عقلا ودين، ثم فسر نقصان العقل بأن شهادة رجل تعدل شهادة امرأتين، وأما في الدين قال لأنها تترك صيامها وصلاتها. فهذا إذن من
المفسدات، مفسدات الصيام. قال: وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة صح صومه. الثامن: إخراج الدم بالحجامة. الاحتجام هل هو مفطر أو لا؟ اختلف فيه العلماء. جمهور العلماء على أن الحجامة مفطرة لحديث رسول الله: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب بعض المشايخ وبعض الأئمة إلى أنه ليست بمفطرة إلا في حالة واحدة، وهي إذا ابتلي المحتجم بالضعف وشق عليه الصيام، لأنه هذه عادة الحجامة، أنك لما تدير حجامة تبتلى بالضعف. طيب لماذا قال رسول الله في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ الحاجم لماذا؟ لأن العرب قديما ما كانت تستعمل الكؤوس، فكان الواحد يمتص من القرن ذلك الدم، فلربما سبقه شيء من ذلك. قال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. والدليل على أن الحجامة ليست مفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسئل أنس رضي الله تعالى عنه وقيل له: كيف كنتم ترون الحجامة؟ قال: لا تفطر إلا إذا أضعفت، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، أو إلا من أجل الضعف. يعني وقتشت للحجامة مفطرة لما الإنسان يدير الحجامة ويبتلى بالانهيار، ففي هذه الحالة تفطر. قال: لقول رسول الله أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا احتجم الرجل، هنا الشيخ يرى أنها مفطرة جملة وتفصيل. نعم. فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي، هذا هو، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم. أما إذا خرج بواسطة الآلات بالإجماع المعاصر، بالإجماع إجماع أئمة هذا الزمن، لا توجد العلة تاع الإفطار. سمحت لك أننا نعتقد باللي الحجامة مفطرة لما نجبد بالفونتوز، مانيش مفطر، إنما هو الذي أفطر المحتجم، واضح؟ ثم يشرع بعد ذلك في الشروط، أظن أن يقتصر على هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم، شكراً.